شكل توطيد علاقات التعاون المتميزة بين المغرب وتونس محور محادثات أجراها عضو مكتب مجلس المستشارين العربي المحرشي نيابة عن رئيس المجلس اليوم الثلاثاء بالرباط مع الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق. وأبرز الجانبان خلال هذا اللقاء متانة وعمق روابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، مؤكدين عزمهما الارتقاء بها إلى مستوى أكبر لمواجهة التحديات المشتركة التنموية الأمنية والبيئية في ظل محيط إقليمي متقلب. كان لقاء مثمر، نتمنى جميعا أن يستمر هذه التجارب أن تستمر وهذه اللقاءات أن تستمر كذلك، وأن تكون يعني بين البلدين تونس والمغرب لقاءات متكررة ومستمرة ومثمرة، لأنه بالتعاون سنبني مغرب كبير حقيقة، وستنعكس أشياء كثيرة إيجابية على توحيد الرؤى في مجموعة ديال القضايا التي تشغل بال المغرب الكبير والمواطنين على مستوى المغرب الكبير. وأكد الأمين العام لحركة مشروع تونس خلال هذا اللقاء أن زيارته للمملكة تروم التفكير في مبادرة تأسيس شبكة من الأحزاب المغاربية الحداثية المتشابهة في التوجهات والرؤى كإطار للتنسيق والعمل المشترك وآلية للترافع لصالح قضايا ومصالح الشعوب المغاربية. وطبعا هذه فرصة حتى يعني نأكد على ضرورة الدفع بالعلاقات التونسية المغربية شعبيا ورسميا، وهي أيضا فرصة حتى أتوجه إن شاء الله بتمنياتنا بالشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يشفيه ويخلي المغرب وتونس يحميهم إن شاء الله من كل سوء. وتمحور النقاش أيضا حول ضرورة تعزيز دينامية العلاقات المؤسساتية البرلمانية من خلال تكثيف الزيارات بين برلماني البلدين وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.